شيخ الله يعمر بيتك. والدته أصيبت بالشلل بسببه، وسر رفضه الزواج طيلة حياته. صفحات من حياة الشرير الصامت زكي رستم. هو واحد من أهم وأبرز نجوم زمن الفن الجميل في الأداء والشخصية، فكان صاحب قدرة عظيمة على تقمص الشخصيات اللي بيؤديها، حتى أنه لقب برائد مدرسة الاندماج. سنة 62 حصل على وسام الفنون والعلوم والأدب من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. هو العبقري والشرير الصامت وأشهر عازف في تاريخ الفن زكي رستم. فإيه هي قصة إصراره على استكمال التمثيل رغم فقدانه حاسة السمع واللغز وراء عزوفه عن الجواز طول حياته؟ الفنان الراحل زكي رستم ولد بحي النخبة في الحلمية في 5 مارس سنة 1903. هو البيه ابن البيه ابن الباشا اللي عاش راهب للفن وعاش صامت زي أبو الهول، وواحد من أبرز وأشهر أيقونات الشر في تاريخ الفن المصري والعربي، فكان أشهر ممن لقبوا بشرير السينما المصرية. ومن الألقاب اللي اكتسبها بسبب أحد أدواره كان عمه عزيز، وده نسبة لدوره في فيلم أين عمري مع الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي. في بداية ظهور ميوله الفنية قابل رفض شديد من عيلته بسبب طبيعتها الأرستقراطية اللي كانت بتنظر للممثل نظرة دونية وليس أكثر من مشخصاتي، لأن جده هو اللواء محمود رستم باشا، والده محرم بيك رستم العضو البارز في حزب الوطني وصديق مقرب للزعيمين مصطفى كامل ومحمد فريد. لكن حبه للفن كان أكبر من قبول قرار أسرته، فقرر التمرد على عادات وتقاليد السرايات. ورغم رغبة والده في التحاق الابن بكلية الحقوق، لكنه رفض استكمال تعليمه الجامعي واتجه للتمثيل، الأمر اللي اعتبرته والدته مثال سيء لإخواته، وقامت بطرده من السرايا، وأصيبت نتيجة ذلك بالشلل، فخسر أهله وأصبح بلا عائلة بسبب الفن. وبجانب حبه للتمثيل، زكي رستم كان هاوي لرياضة رفع الأثقال من مرحلة البكالوريا، وحصل على لقب بطل مصر في الوزن الثقيل سنة 1922، حتى أنه قام بدور رياضي في أحد مسرحياته بفرقة الهواء، وانتقل بعدها للعمل في فرقة رمسيس مع يوسف وهبي وحسين رياض وأحمد علام، ثم فرقة فاطمة رشدي وعزيز عيد في مسرحيات مجنون ليلى ومسرح كيلوباترا. ولما أسست الدولة الفرقة القومية كان زكي رستم أول نجومها. 50 قرش. بعدها اختاروا المخرج السينمائي محمد كريم لبطولة فيلم زينب من إنتاج يوسف وهبي، ثم فيلم الوردة البيضاء، أول أفلام الموسيقار محمد عبد الوهاب، ليستمر في السينما حتى وصل عدد أفلامه لأكثر من 280 فيلم. اختارته مجلة باري ماتش الفرنسية بأنه من أحسن 10 ممثلين في العالم، لأنه أجاد جدا دور المسكين والشرير مع بعض. ووصفته مجلة لايف الأمريكية بأنه من أعظم الممثلين في الشرق، وأنه ما يختلفش شيء عن الممثل البريطاني الكبير تشارلز بروتون، فهو الفنان ذو الألف وجه. يعني زكي رستم أكتر واحد كان بيتقمص، كان بيجن خالص يعني. ورغم نجاحه الفني، لكن حياته الشخصية كانت مسلسل من الدراما والمواقف الحزينة والبائسة، بعد ما انتحرت حبيبته بسبب خوفها من رفض أسرتها لزواجها منه لأنه مشخصاتي، فقرر أنه يعيش الباقي من حياته على ذكرها، وقفل صفحة الزواج للأبد. في أوائل الستينات عانى من ضعف في السمع، واعتقد في بداية الأمر أنه أمر عارض هيزول مع الأيام، وكان بيؤمن بأن العارض ده مش هيمنعه أبدا من استكمال مسيرته في التمثيل، فكان بيلجأ لحفظ أدواره وأدوار زملائه، ويعتمد على قراءة شفاه ممثلين أمامه، ولكن الطريقة دي عرضته لموقف محزن ومحرج في نفس الوقت. في آخر أفلامه أجازة صيف كان بينسى بعض الجمل الحوارية ويرفع صوته بطريقة مسرحية، وما كانش بيقدر يسمع ملاحظات المخرج، وده تسبب في بكائه في إحدى المرات في البلاتو، ورغم ده أدى دوره على أكمل وجه زي ما كلنا شفنا الفيلم. لكنه قرر بعدها الاعتزال نهائيا سنة 68، خاصة أنه رفض الاستعانة بسماعة طبية تساعده على السمع لأنها كانت ظاهرة ومرئية وقتها، فرفضها تماما. وبسبب ضعف سمعه كان ما بيوجدش التعامل مع زميلاته الفنانات، فاصطدم بأغلبهم أثناء التمثيل. فمثلا ضحكة المطربة صباح أثناء التصوير فطرتها من استوديو،
وفات الحمامة كانت بتخاف من الوقوف أمامه في مشهد واحد، ومجد الصباحي ضربها بالألم لدرجة أنها نزفت من مناخيرها. ومن المواقف الطريفة أنه في أحد الأدوار كان المفترض يشيل زينات صدقي، ولما لقاها تقيلة شوية سابها تنزل على الأرض وكانت هتتكسر ساعتها. أما الجانب الإنساني والوطني في حياته فكان من أشهر وأبرز المواقف فيه رفضه لعرض من شركة كولومبيا السينمائية العالمية لبطولة فيلم عالمي سنة 62 عشان الفيلم كان معادي للعرب، ووقتها كرم الرئيس جمال عبد الناصر بمنحه وسام الفنون والعلوم والأداب. الإنسان ممكن يغلط في حالة واحدة بس، لو فكر بقلبه. وفي فبراير 72 فارق الحياة الفنان زكي رستم ورحل عن عالمنا إثر إصابته بأزمة قلبية أدت لوفاته وحيدا، كما عاش حياته وحيدا. فيجو.